عندكم الناس الكل باش تنجح في حياتك يلزمك تبحث تتحدى وتخمم برشا باش تلقى عنوان لنجاحك. مرحبا بكم في برنامج للنجاح عنوان. الفريشيشي عمري 31 سنة، صاحب مطبع ومقهى ثقافي. قريت شوية كما لعبت الكل في الليسي، مانيش ما كنتش ذكي ياسر معناتها، خرجت على قراية من بعد لولي أصحابي. معناتها ليش خرجت على القراية سي؟ بحكم واحد خلطة صغيرة مع كذا ما خرجتش برشا معناتها. بعد لولي قالوا لي يا خان برا نعود ناخذ الباك، رجعنا خذيت الباك. معناتها هما خاطر في تونس لازمك تقرا وتاخذ شهايد وكذا، ما قلناش نحنا الشهيد راهي معناتها غالطه ولا شهيد، ما زاد راهو عبيد من غير شهيد لازمها تعمل حاجه، مش بالشهيد راهو معناتها لازمك شهاده باش تعمل حاجه، حتى من غير شهاده تنجم تعمل حاجه زاد. تنجم توصل. بالضبط، اما هذا ما يمنعش اللي احنا رجعنا وخذينا الباك. بعد ما خذينا الباك قعدنا شويه، بعد عملت انفورماتيك، ومن بعد قررت اني حبيت نهاجر لكندا. قالوا لي كي تهاجر يا تعمل برومبوغي يا زازار. مشيت عملت فورماسيون زازار وقريت، انا تعجبني من قبل زازار ويعني. مشيت قريت بوشغي، عملت شهاده كفاءه مهنيه، خدمت في البطوار نتاع الورديه. ديجا نوجههم التحيه لوليد غادي عملت واحد صعبت شويه بحكم واحد ما عندوش خبره الكافيه انه مشي يحل وحده معناتها زازار واحد. تنسيت يعني مشيت كندا؟ ليه تنسيت مش كندا؟ الحمد لله تنسيت معناتها فهمت. قررت اني من بعدها هي خدمت في مطبع صغيره في منوبه زاده. من بعد هي حبيت الخدمه ماهيش خايبه، نطبعوا على المراول، نطبعوا على الكيسين اللي باش حاجات هذوما محليهم معناتها. ومن بعد قررت الحمد لله حليت مطبع ميكوميم معناتها تمويل معناتها تعاونك الدوله كبتياس هي مش تعاون كوميم. بعد كل شهر باش تقول لك اي اعطيني مي كوميم تعاونك باش تبدا حليت لك باب. هذا هو انت تخدم وتخدم والحمد لله. ما اسمهاش هي نخدم، راه هي راهي احنا نخدموا مع بعضنا. هي معناتها اللي معايا والا معناتها انا مزوز معاها، كان مش باش يخدموا معايا مش باش يخدموني انا، منش انا باش نخدم معناتها. هي واقفه الخدمه واقفه على مهم. المطبع جات بعد العرس، بعد بشهر شهرين من اللي عرست. انا عرست في افريل، في جوان حليت المطبع معناتها. كان المراه جات تك مبروكه شويه معناتها مبروكه برشا الحمد لله يا ربي الحمد لله. اش عامل؟ الحمد لله. سما الامور؟ الحمد لله. ماشي الخدمة؟ الحمد لله. عندكش حاجة بخلقاتك؟ عندك شيء؟ لاباس الحمد لله. يا اخي نقص منهم واحد. علي كل يوم هكا بحذا بوك طلع لازمني علي. اكيد لازمني نعمل طلع بحذا الوالدة. ما غيبش. يا اما تطلع الصباح ولا تطلع العشية. لازم كل يوميا هذاك. البركة 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 لازمة. شكون اللي يشجعك أكثر؟ ولا يزوز ولا يزوز هو اسمع هو الحقيقة أمي أما حتى زاد الوالد ربي فضل وزاد شجعني كنت زاد حتى فلوس ساعات كتيح هكا شوية فما هزة فهمت زنبيل كي تيمي لكن شوية يزم على الأقل واحد يركح يعملوا بلانز يعملوا ميزان هيك على الأقل باش تركح الأمور. الحمد لله. كيفاش مولت ولدك أنت؟ بأنه تعرف الأمور كنت تعمل كيف. شوية فهمني يحب كذا كذا قال لي بابا قلت نعم قال لي كنت شرط عم تخصص لي حويجة قداش
قال لي مسالش 150 200 فيني تا 100 فيني. قلت له انت شنو يساعدك؟ اذا كان النجم نعاون ولدي بالجهد نعاونك، اذا كان ما نجمش ما نجمش. قال لي تعاوني في 150 كل شهر. قلت له حاضر. أو كل شهر يجي ما يقدرش يعطيني، ها حاج فيه الباهي هو، هاي بابا اعمل هاي بابا. انا نفهم روحي من غير ما يقول لي، فهمني؟ هو راهو التمويل راهو بالنسبة لي أنا معناتها سوتيان مورال أهم منه فلوس. راهو عمرها ما كانت فلوس، هي صحيح الفلوس لازمنا في الحياة، أما سوتيان مورال إنه حتى كان تدعثر مرة الأولى تدعثر مرة ثانية تدعثر مرة ثالثة وترقى مثلا أمي ساعات تقول لي ما سالش وكذا، ونقول أنا ما عنديش الزهر، وقتها كنت ما عنديش الزهر ومدرسة وكذا، تقول لي ما سالش وكذا واصبر شوية وربي يفرجها، وبشوية بشوية تحسنت الأمور. واحد ما معناتها واحد كي تجي أنت تحط ما بين مثلا عميل تالي وتوا الحمد لله يا ربي تقول ما ماهيش بالرسمي ما مش نفس العيشه معناتها ماهيش نفس الحكايه. ما كنتش نصور هكا ولدي نهار باش يعمل مشروع وحده، صح هذه كبيره خط. هو المشروع هذا اكبر حاجه في حياتي انا وحياته هو. كليرت ما كنتش نصور كان كي النهار اللي مشيت ونشوف هكا الحنود وكل عجبتني ياسر. قلت والله ولدي كبير. ما ديما انا في مخي ديما هو صغير. اي ام اي ام ديما في مخي. كي دخلت الحمد لله دخلت مغسل والله قلت تبارك الله على وليدي، وكل شيء مريق له كيما انا في مخي حبيتها، كل شيء محلاه الحمد لله عجبتني. قال لي عجبتك والله، قلت له يعطيك الصحه ربي يرزق. عمي ولا عيد ميلادي يجيب لي الكادو البورتابل، والله كل مره يجيب لي سيربريز والله. ربي تفضلوا تشرب ميرسي. عايز كرمي خليك. عايز كرمي. عايز باي باي. واه السلام عليكم برو. هاي السلام عليكم. سلم هذي صور. ها هذي صور بفلوس ترى مش بلاش. ناخذ بلاش انا. هاي باه باه تركي باش باه هاو 10000 قول ورجع لي باه. عايشه بسماء. كل يوم هكا ملي تقوم دارك تر الوالد والوالدة وبعد تقصد ربي. هو راهو انا اليوم تسمى مخر ياسر، خاطر انا احنا وخرناك. هو انا بطبيعتي اليوم قمت مخر شوية، انا بطبيعتي الصباح بزهرنا 6:30 نقوم نشيع مرتي ومن بعد نرجع نحل المطبعة و تطمئن على الدنيا نتبان وكذا كذا، ومن بعد نشوف القهوة يحتاجوا شي جو يحتاجوا شي قهوة يحتاجوا شي الماء فهمت، وبعد تبدا عطلي اتصالات بالكريونات والاخر يحب كذا الاخر يحب كذا. دونك كان فما سلعه زاده للمطبع ناخذوها لازم المتطلبات الكل معناتها. احنا في اللوكال نتاع حملة الدفيني بجمعيات بمعين الجمعيات الكل في منوبة كفوج منوبة ككشفة تونسية، جمعية حمام منوبة، جمعية رياضية كرة اليد الأولاد منوبة، جمعية يونيفرسال اللي مثلها سيرامي لهنا زادة. علي صاحب مشروع، علي ناشط في المجتمع المدني وكشاف. الحمد لله. ما عندي بقول الحمد لله كاب. فما راهو الكشاف انا مثلا كي انا كنت صغير كشاف قائد وليد كان قائد نتاعي انا. بيسكو هو ولد منوبه ويحب منوبه، دونك يدخل يعاون بالمجهود اللي عنده هو. بيسكو عنده مشاريع وعنده باج معروفه ناس منوبه وعنده سوسيتي نتاعو، دونك يعاون بالبيبليسيتي على الفيسبوك معناتها بالباج العباد تجي اللي تحب تعاون
وكونتر بارتي بالبطبال يعاون بالحوايج باللي زافيش بال جونتي ويرمي روحه في اي حاجه اي حاجه فيها خير وكذا يرمي روحه خاصه تابع ولايه منوبه معناها جندي من جنود منوبه وديما يحب يطور من اي حاجه مثلا تهم الشباب تهم العائلات المحتاجين ديجا الباج نتاعو تخدم على كل شيء بالحق عليه انسان ومتربي برشا نقول كلمه متربي يمكن تختزل برشا حاجات ماهوش بتاع مشاكل ماهوش بتاع معناها تحس عليه انسان نظيف نظيف انك تعمل عليه وناجح بالقدية وربي ان شاء الله يوفق وربي يوفق الحمد لله بيوم صحيح ربنا خويا السلام عليكم مرحبا بكم في مطبعة المتواضعة معنا السيس متاع المطبعة فهمت ده ملكة هي الجرافيست هي الدين الكل حسيل المطبعة الكل ما تخدم كان ملكة ومادام ايما زاد شجي تعمل انتي بحرام انا جي نخدم راه انا نخدم راه اما كمام هما الباس خاطر انا نجيب المرشيات من برا ونحاول اني نخدموا فيه مزيغ مع القهوة زاد نمشي شوية زاد للقهوة وكذا فما مع المجتمع المدني كما ريتو قبيله في دفيني وكذا دونك الحمل الكل مسكين مع ملكه ومع ايمنه معناتها فهمت علي هذا كان جراج كان سابع جراج تاع كهرباء فهمت جيت حكيت مع مولى الدار يرحم والديه بصراحه اقتنع لي هكا انا هكا جون وكذا ونحب نخدم على روحي حاب يشجعني قال لي انا راني عمري ما كريت وما نحبش نكري العباد بما انك قال انت هكا في منوبه ولد منوبه وتحب تخدم قال لي فازي معناتها اخدم على روحك معناتها هذا هو المجتمع المدني المعرفه نتاعي الحمد لله عاونتني مثلا انا جبت بليل الراوحي اللي هو فنان تشكيلي معروف زاد في تبربه ومعروف في منوبه هو اللي جا عمل لي الاشكال هذيا زاد عندنا ان جون زاد اسمه مجدي من بجاوه زاد لهنا هو اللي جا دهن من الاول بكل باش بيديل جاي عمل الديزاين نتاعو وكذا دونك حاجه تكمل حاجه معناتها المجتمع المدني من ناس المجتمع المدني انك تخليك تعرف العباد باش العباد جات عاونتك ومن بعد معناتها حتى في الفلوس ما خذوش كل اللي تاع خذوا برشا خذوا تاع مصروفهم بصراحه يعني حاسين نعاونوا بعضنا معناتها هذا بالاساس اي كفكره جات فرزاء معناتها وبيسكو معناتها الدومين نتاعي انا قريه ديزاين وكل شيء دونك كي قال لي علاش انا باش نعمل البروجي كل شيء علاش ما تجيش معايا قلت له اوكي بنتهم انت بنتهم واصحابنا احنا من قبل قلت له اوكي دونك توكلنا على ربي انا فما راجل كبير مره عرضني في باب السويق قال لي وليدي وقت نحكيو على انا نحب الشرطه ونحب كذا ونحب نخدموا في اي حكايه قال لي وليدي راه رد بالك هذيك قعدت في بالي معناتها قال لي رد بالك توصل تخدم في مسمار في حيل تقعد عقلية مسمار في حيل قال لي تقعد طول عمرك مسمار مسدد قال لي علاش ما تكونش انت الحيط ويتعلقوا عندك المسامر هذيك قعدت في بالي دونك بالرسمي معناتها علاش ما تكونش انت الحيط ويتعلقوا عندك المسامر شباب ما تنسوش انكم تكونوا عنوان نجاحكم هكا كانت حصتنا اليوم نتقابلوا في حلقة جديدة من للنجاح عنوان الى اللقاء